بر في الطيف ذكران غالي سيدي الصديق قلبي حركت في قلبك ذكران غالي جمرة الحزن على الصدق المجلى رأسه يقطع بعد الموت ظلما لهفي للصادق لما قال ظلما رأس صدق الهادف فوق الرمح يرمى رأس صدق الهادف فوق الرمح يرمى تحمل الذكر شجونا من جمال الصبر من سور الليالي حيث يشتد صدره أضرم روح بنار الارتحال مر في الطيف في خيال فإذا المبعوث ألقى بالسؤال فأجبني يا ابن طارق حز رأس العبد من تلا هوالي كيف أفتاه تراه من عذابات الجوى ألف سؤال سيدي الصادق قلبي حركت في قلبك ذكرى نظام جمرة الحزن على الصدق المدمى رأسه يقطع بعد الموت ظلما لهف للصادق لما قال غما رأس صبط الهادي فوق الرمح يرمى جمرة الحزن على صبط المدمى رأسه يقطع بعد الموت ظلما لهف للصادق لما قال غما رأس صبط الهادي فوق الرمح يرمى رأس صبط الهادي فوق الرمح يرمى جعل الذكرى كرة أخرى ومع الصادق جعفر عد إلى الطيف فبه الصبط فوق درب قد تعفر قطعوا رأسا كسروا ضلعا وحنين القلب
يسعى نفسه حرة نفسنا حرة تذرف الجرة هابنا القوم حار حار أرجع أديك كرة أخرى ومع الصارخ جعفر عد إلى ضيفي فبه صبغ فوق ترب كسروا ظلعا وحنين القلب يسعى نفسنا حاره تذنف الجاره هابنا القران حاره هابنا القران حاره رب الصادق للناس رزايا سيدي يبكي سنينا هو أحيا الحق آيات الفدائي وقد خلد بالدم حسينا وقد خلد بالدم حسينا ووصى صادق للناس أنينا رزايا سرت يبكي سنينا وأحيا الحق آيات الفدائي وقد خلد بالدمع حسينا وفضل العهد من تلك الوصايا سنتلو خطبا من طرف الرزايا حفظنا العهد من تلك الوصايا سنتلو خطبا من طرف الرزايا حسين هذا ميعاد البرايا حسين هذا ميعاد البرايا روى الصادق للناس أنينا يا سرت يبكي سنينا وأحيا الضحى آيات الفداء وقد خلد بالدمع حسينا وقد خلد بالدمع حسينا حجة الله الشيء من ألمنا
عدل المعاد.